من السهل الإصابة بفيروس كورونا. يمكن أن يتفشى كوفيد-19 بسرعة بين السكان إذا ترك دون مكافحة. يكشف تتبع المخالطين الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا قد خالطوا شخصاً مصاباً بالعدوى، ويساعد على الوقاية من تسبب هؤلاء المخالطين بنشر الفيروس. من الممكن لشخص مصاب بكوفيد-19 أن يصيب الآخرين بالعدوى قبل يومين من ظهور أي أعراض للمرض، وبعد ذلك يبقى ذلك الشخص ناقلاً للمرض لمدة 14 يوماً بعد ظهور أي أعراض. قد لا يظهر على بعض الأشخاص أي أعراض، ولكنهم يكونون ناقلين للمرض على طول الفترة الزمنية ذاتها. تعمل أمارة كمتتبعة لحالات المخالطة، وقد تم تدريبها من قبل السلطة الصحية المحلية في بلادها، حيث تقوم بإجراء مقابلات مع الحالات المؤكدة من المصابين بكوفيد-19. تقوم دائماً بارتداء المعدات الشخصية الوقائية المناسبة، وتحافظ على المباعدة المكانية. تقوم بتدوين بيانات الاتصال لجميع من كان مخالطاً قريباً من المريض عندما كان ناقلاً للمرض. تعني المخالطة القريبة كون المرء على بعد مترين عن الشخص المصاب لمدة 15 دقيقة أو أكثر. تقوم أمارة بعد ذلك بالتواصل مع كل شخص سواء عبر الهاتف أو وجها لوجه لإخبارهم بأنهم ربما قد تعرضوا لكوفيد-19. تقوم بإبلاغهم بوجوب الالتزام بالحجر الذاتي لمدة 14 يوماً لمنع تفشي المرض في حال كانوا مصابين، ولأجل حماية سرية المصابين ولتفادي أي إلقاء للوم داخل المجتمع، تمتنع أمارة عن إخبار المخالط بهوية الشخص المصاب أو المحتمل إصابته الذي كان على خلطة معه. تطلب أمارة من المخالط أن يتواصل مع السلطة الصحية المحلية وأن يتتبع توجيهاتهم في حالة ظهور أي من أعراض كوفيد-19 عليه. تشمل الأعراض الشائعة حمى أو درجة حرارة مرتفعة أو سعلة جافة مستمرة أو تعب أو شعور بالاعتلال. تقوم أمارة بالتواصل مع كل مخالط يومياً ولمدة 14 يوماً من تاريخ آخر مخالطة للشخص الذي تكون إصابته مؤكدة أو محتملة. إذا لم تظهر لدى المخالط أي أعراض بعد 14 يوماً، لن يكون عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19 بسبب هذه المخالطة، وبإمكانه التوقف عن الحجر الصحي الذاتي. ومع ذلك، من المهم أن يستمر المخالط في وقاية نفسه ومجتمعه بالقيام بما يلي: غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، والحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة متر أو مترين، وارتداء قناع الوجه أو الكمامات في الأماكن العامة إذا كان ذلك مطلوباً.